السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نواصل الفيديوهات حول التاريخ الإسلامي، وتكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه إننا سوف نتكلم حول يعني التاريخ الإنساني قبل ما نوصل للمنطقة اللي ظهر فيها الإسلام والتشابكات متاع الشعوب اللي موجودة في تلك المنطقة. طبعا أنا مانيش باش نبدأ من الأول في التاريخ الإنساني وظهور أنواع كثيرة من أشباه ما يسمى البشر، من بداية ما نطلق عليه شبه الإنسان الذي خرج من عالم الحيوان وبدأ يمشي على رجلين، وكيف تطور ذلك، وكيف انتشر في مناطق معينة من الأرض، ثم ظهور أنواع كثيرة جدا، وانتهت بظهور ما يسمى أقرب شيء للإنسان الذي هو اللي يطلق عليه النيندرتال، ثم ظهور ما يسمى بالإنسان العاقل في إفريقيا، وهجرته معناتها هاجر خرج من إفريقيا وانتشر وعمر الأرض وعوض بين قوسين عوض الإنسان النيدرتال. أنا مانيش باش نبحث في هذايا الكل على خاطر معناتها البحث يكون طويل، رغم اللي اطلعت عليه بالتفاصيل وهو مش موضوعنا، خاطر كان باش ندخلوا في هذه المتاهات ماناش باش نوصلوا للموضوع متاعنا المهم اللي هو التاريخ الإسلامي. إذا الانطلاقة متاعنا باش تبدأ بما يسمى الإنسان العاقل، وكيفاش معناتها انتشر في الأرض، وكيف تكونت الشعوب بطريقة مختصرة. ولكن قبل ما نتكلم في هذا الموضوع حبيت نأكد حاجة، وأنا ديما نعاود نقولها، إن ما فماش حاجة تهبط من السماء، ما فماش حاجة معناتها تجي هكاكا. النظريات العلمية الحديثة حول تطور الإنسان العاقل وانتشاره في الأرض لم يأتي من فراغ، فهمت؟ يعني ما هيش حاجة معناتها كيما نقولوا خارقة للعادة. والحاجة اللي حبيت نقولها إن راهو كل حاجة عندها مقدمات، وأنا قلتها إن كل شيء موجود توا عنده مقدمات قبله، والشيء اللي موجود توا هو يحضر، فهمت؟ هو النجم نقوله مقدمة الأشياء باش تجي من بعد. هذه معناتها النقطة حبيت نأكد عليها، معناتها باش ما تقولوش مثلا اكتشاف ما يسمى معناتها ظهور الإنسان في الأرض وما موجود قبل الإنسان هو حاجة حديثة وعرفها الإنسان كان توا منذ آلاف السنين، وهناك نصوص قديمة سوى يونانية سوى فارسية تتكلم على وجود إنسان قبل هذا الإنسان اللي هو يطلق عليه الآن علميا الإنسان العاقل. هذه حقيقة، الذي يطلع على التاريخ وعلى البحوثات يلقى هذه المسألة واضحة. العلم الحديث سواء كانت على شكل خرافات دينية أو كانت على شكل معتقدات معينة وطورها وبحثها علميا وأثبت ما هو صحيح منها وما هو خطأ. يمكن الحاجة اللي جابها العلم الحديث في هذا العصر هو أنه دقق في الموروث، في المنقول، دقق فيه بأدوات علمية حديثة وبحث فيها وعرف أنا هو اللي صحيح وأنا هو اللي غلط وأنا هو اللي عنده نوعا ما نوع من الحقيقة واللي ما عندوش حتى جانب من الحقيقة. وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها هي أن التطور الإنساني سواء في العلم ليس ملك منطقة أو شعب أو أي شيء آخر، البشرية كلها مشاركة في هذا التطور، إلا أن في بعض الحالات يكون هناك موجود أمن في منطقة معينة فيتجه كثير من العلماء لهذه المنطقة، سواء كانت معناتها في التاريخ عندما معناتها قامت الحضارة اليونانية أو الحضارة الفارسية أو حضارات أخرى حتى مثلا
سيطرة ما يسمى العالم الإسلامي والخلافة الإسلامية، العلماء ما عندهمش دين. فين تتوفر له الظروف باش يخدم يمشي للمنطقة الآمنة؟ يعني هالبحوثات هذه العلمية في جميع المجالات التاريخية وغيرها راهو شاركت فيها كل البشرية، وليس كما معناتها يقال البعض إنها ملك الغرب أو ملك أوروبا. ما فما حد شيء ملك أي إنسان، على خاطر هما أخذوا موروث كبير شارك فيه البشرية من العهد القديم، فهمت؟ وجاءوا وحلوه وبحثوه بأشخاص يمكن يكونوا من جنسيات أخرى ويكونوا مش معناتها كلهم أوروبيين، وهذا شيء طبيعي وعادي. يعني العلم ليس ملك شعب أو ملك شخص أو ملك جهة، مهما كانت العلم هو ملك إنساني لجميع البشرية. هذه النقطة المهمة اللي حبيت نقولها. احنا هنا في الفيديو هذا باش نتكلموا حول يعني مانيش باش نجبدوا ما يسمى الإنسان المعاصر الآن، وإن باش نعملوا كيما شبه مقدمة على شنو كان قبل الإنسان المعاصر اللي هو معروف توا ما يسمى بالإنسان العاقل أو الهومو سابيان. المهم لو نجيو نشوفوا معناتها عندنا زوز اتجاهات. عندنا الاتجاه ما يسمى الخرافي المنقول الموروث الذي يكون على شكل معتقدات على شكل دين اللي قادم معناتها من قديم الزمان واللي توارثته البشرية أب عن جد وطورت فيه وبحثت فيه في معناتها في البحث سواء فكري سواء منطقي أو غيره. وهناك الجانب الحديث العلمي الذي يعتمد على أدوات معينة للبحث العلمي اللي احنا توا فيه. خلينا نحكيه على الجانب الأول ما يسمى جانب المعتقد الذي تدخل فيه الخرافة والرواية والنقل، ونتكلموا بصفة خاصة هل قبل الإنسان العاقل في هذه المعتقدات و الروايات المنقولة كانوا يتكلمون على إنسان قبل هذا الإنسان؟ عندما نرجع للمصادر التاريخية نلقاو عدة أدلة واضحة وباينة تؤكد أن الإنسان من قديم الزمان من عهد السومريين واليونان وغيرهم تكلموا على أن هذا الإنسان اللي موجود الآن هو إنسان حديث، وأن هناك قبل هذا الإنسان معناتها نوع آخر من الإنسان يشبه الإنسان في الشكل ولكن هو ليس إنسان. هذا نلقاه في جميع المصادر ويطلق عليه عدة أسماء، وأنا منحبش معناتها نذكر كل المصادر اللي موجودة معناتها، أما نقول لكم مثلا تجد عند مثلا المعتقدات اليونانية القديمة تتكلم على أن الأرض قبل ما يتوجد هذا الإنسان كانوا يعيشوا فيها موجودات أخرى وتم انقراضها، أو إن الآلهة هلكتها وعوضتها بهذا الإنسان. كما نجد مثلا عند الفرس نفس هذه الفكرة، مثلا نجد عند الفرس قديما يتكلمون على إن هناك أشباه البشر موجودين قبل الإنسان هذا يطلق عليهم الطمو والرم. يقولوا معناتها حسب المعتقدات الفارسية أن الطم والرم هما يشبهوا الإنسان ولكن ما همش إنسان اللي هو موجود حاليا، وتم القضاء عليهم على حسب المعتقدات متاعهم. كما نجد مثلا عند اليونانيين يتكلمون على شعوب أو ما يسمى أشباه البشر يطلق عليهم التيتان، والتيتان هذم كانوا معمرين الأرض وتم هلاكهم من طرف الآلهة والقضاء عليهم لإجرامهم. عندما نجد نعود ما يسمى للمصادر الإسلامية سواء السنية أو الشيعية نلقاو أنهم يتكلموا على نفس الشيء تقريبا، حيث مثلا نجد في المصادر السنية رغم أن كثير من السنة وخاصة السلفية تعتبر هذه خرافات، وأن أول إنسان ظهر على الأرض هو الإنسان اللي هو ولد آدم وحواء، ولكن عندما نروح للطبري ولا غيرها نلقاه يتكلم
على ان هناك اشخاص اخرين كانوا يعيشوا معناتها كما نقولوا احنا معاصرين الجن وكانوا معناتها يتحاربوا مع بعضهم وتم القضاء عليهم. ونجد مثلا في كتاب معناتها الطبري معناتها روايات تتكلم على الحن والبن، ويقال ان هذه الموجودات التي تشبه البشر كانت موجوده قبل ادم وكانت تتعامل مع الجن. بينما عندما نعود للمصادر الشيعيه نلقاو تفاصيل اكثر وحتى روايات على ما يسمى ائمه اهل البيت تتكلم على النسناس، وتقول ان النسناس كان معمر الارض وهو يشبه الانسان وهو ليس انسان، وتم القضاء عليه من طرف معناتها الله قبل ما يخلق ادم. بل يذهبون حتى في التفاسير في الآية اللي تقول إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهنا يفسروا هما هذه الآية على إن الملائكة وقعت لها شبهة عندما رأت شكل آدم، شافت اللي هو يشبه للموجودات اللي كانوا موجودين في الأرض. وهذا الموجود على حسب المعتقدات معناتها الشيعية إنه كان معناتها قريبا للحيوان، وكان يقوم معناتها بجرائم كبيرة، وإنه بعيد على الإيمان. وعندما شبهوه بآدم يسخايبوا إن الله وقت خلق آدم باش يحطه في الأرض، هذوما باش يعملوا كيما الإنسان اللي موجود قبل اللي يطلق عليه النسناس. فهمت؟ هذا معناتها في المعتقدات الشيعية. وفما حتى أحاديث معناتها تعتبر مروية على الأئمة متاع أهل البيت تقول إن قبل الإنسان كان هناك 1000 إنسان. فهمت؟ يعني معناتها بالتفاصيل يقول لك، وإنهم كانوا يشبهوا في الشكل متاعهم الإنسان، ولكن لم تكن فيهم روح الله. يعني معناتها خاطر آدم نفخ فيه من روح الله حسب المعتقد متاعهم. وهذه كلها معتقدات موجودة. إذا فكرة أن هناك إنسان قبل الإنسان العاقل ما هيش فكرة حديثة، وإنما معناتها فكرة قديمة، ومعناتها نجم نقولوا داخلة بالكدا يعني في قديم الزمان. وحتى فما معتقدات أخرى موجودة سواء عند الهنود أو غيرهم يتكلموا على أن الآلهة خلقت كثير من الموجودات اللي يشبهوا البشر وأسكنتهم الأرض، وكما نقولوا عملوا عدة تجارب وكل مرة يقضيوا عليهم ويجيبوا بشر آخر، واللي احنا توا البشر الجديد. وفما اللي يقول لك هذه معناتها الآلهة اللي هي خارج الأرض هي موجودات فضائية جات للأرض وعملت تجارب على الحيوانات وعملت تلقيحات وكذا، وظهر كثير من الأنواع من البشر الذي يشبه البشر حتى جينا احنا. إذا هنا النقطة المهمة اللي حبيت نقولها، إن هناك موجود قبلنا احنا معناتها موجودات أخرى تشبهنا وكانت موجودة في الأرض ومعمرة الأرض. هذا معناتها اللي يثبته العلم حديثا ويتكلم عليه ويقول اللي التطور وقع عبر معناتها ظهور ما يسمى بالقردة العليا اللي بداوا يتمشاوا على رجليهم بشوية بشوية نتيجة جفاف وقع في إفريقيا، وكانوا يعيشون ما يسمى في الأشجار، ونتيجة هذا الجفاف ماتت هذيك الأشجار ووقعت السهول والأعشاب الطويلة. وهذه النوع من بين الحيوان والإنسان اضطر باش يمشي على رجليه باش ينجم يشوف من وراء ما يسمى السافان أو ما وراء الأعشاب الطويلة، وبشوية بشوية بدأ يمشي على ساقيه ومعنتها وتطور. وهما مش نوع واحد، ينجم يكونوا معنتها عشرات الأنواع، وانقرضوا بعضهم انقرضوا وظهروا أخرين وهكذا تم التطور. وأنا مانيش باش ندخل في التفاصيل هذه متاع التطور، تنجموا ترجعوا معناتها تبحثوا في هذه المسألة تو تشوفوا التنسيق معناتها والإثبات العلمي على أن هناك تطور واضح بين. خاطر فكرة يقول لك الإنسان جاء من القرد هي فكرة غالطة أصلا. فهمت؟ لأن القرد هو جهة
والإنسان هو جهة، يعني كل نوع وحده، فهمت؟ كل نوع وحده. صحيح عندهم ما يسمى بجد مشترك الإنسان، كانت هناك أنواع كثيرة من البشر، وكل مرة تتطور وتنقرض واحدة وتظهر واحدة أخرى، وتنقرض واحدة وتظهر واحدة أخرى، وهذا تنتكلم عليه في آخر هذه الفيديو باش نوضحوا الفكرة، وشنو البحوثات العلمية الأخيرة بصفة عامة ملخصة حول هذا الموضوع. أما معناتها نرجع لمسألة ما يسمى الإنسان هذا اللي هو الإنسان المعاصر، هنا هناك الرواية كما قلت لكم الدينية أو الخرافية أو الاعتقادية تقول لك أن الله خلق هذا الإنسان المعاصر، رغم اللي كلمة خلق فهمت كلمة جدا معقدة، ونجدها يعني بالعشرات بل بالمئات ما يسمى في المصادر الإسلامية، وليس هناك آية واحدة تتكلم على خلق من عدم، دائما يتكلم على خلق من شيء. وخلقنا آدم من طين، خلقناه من علقة، حتى وتتكلم على عيسى وخلق من الطين كهيئة الطير، فهمت؟ كل الآيات القرآنية ما فما حتى آية تتكلم على أن هناك خلق من عدم. حتى وقت يتكلم القرآن على الله وعرش الله يقول وكان عرشه على الماء، يعني موجود العرش وموجود الماء. أين هني معناتها في خلينا في الدين الإسلامي أين الخلق من عدم؟ حتى مثلا نرجع للأحاديث يقول لك أول ما خلق الله فهمت هو القلم، يعني هذا معناتها، لكن ما يبينش معناتها، ما قالش إن خلقوا من عدم، ما قال حتى شيء، وحاجة مش واضحة. حتى عندما في حديث آخر الذي يعتبر صحيح، عندما سئل فهمت محمد على حسب معناتها المصادر الإسلامية أين كان الله قبل أن يخلق العرش، فهمت؟ فقال لهم كان معناتها في سحابة أو في سديمة أو في حاجة معناتها موجودة كان قاعد عليها قبل أن يخلق العرش. إذن لم يتكلم على عدم أصلا. إذن هوني كلمة خلق ما فما حتى مصدر، إذن ما فما حتى آية أو معناتها أدلة تتكلم على خلق من عدم. مثلا بعض المسلمين يقول لك لا خلقنا ربي وكذا، يا يقول لك خلقك من طين، فهمت؟ حتى وقت يتكلم معناتها على الأرض ومعناتها خلقنا ما في الأرض جميعا، ما قالكش خلقت من عدم. أو مثلا عرج للسماء معناتها وجعلهم سبع سماوات، يعني كانت فما سماء حسب معناتها المعتقد نتاعو، رغم اللي كلمة سماء فهمت ما عندها حتى معنى، فهمت؟ يعني حتى عندما نرجعوا للمصادر الإسلامية كلها ما نلقاوش حاجة تتكلم عن عدم، يعني هذه اجتهادات العلماء من بعد تكلموا على الخلق من عدم. شنو هو اللي خلق من عدم هذا الإله؟ فهمت؟ شنو هو اللي خلقه من عدم؟ يعني الحاجة الوحيدة اللي معناتها يمكن يعني نكونوا نسميوها خلقها من عدم وهي ماهيش واضحة، هو أول شيء خلق القلم وقال له أكتب فكتب، وبدأ يخلق في الأشياء وخلق عرشه وفهمت على الماء وكل شيء. يعني معناتها هذه الكلام على أن الخلق من عدم هو حاجة غير مقبولة. هذاك علاش معناتها المسلمين في فترة ما يسمى من بين المعتزلة والأشاعرة، يعني المعتزلة كانت عندهم معناتها طريقة في النقاش لإثبات أن فكرة أزلية المادة، يعني حتى مثلا نقاشات من بين المعتزلة والأشاعرة تتكلم المعتزلة على أزلية المادة، يعني المادة كانت موجودة، وهذه راهي معضلة كبيرة أنا ما نحبش ندخل فيها في مسألة الخلق، لأن هناك مشكلة كبيرة، لأن الخالق هذا اللي يسمي روحه خالق اللي حسب الدين الإسلامي، وإحنا نحكيه على الإسلام هوني، فهمت؟ يعني أين خلق؟ هل خلق داخل ذاته ولا خارج ذاته؟ هل هو شيء باش يخلق خارج ذاته وكان هو موجود خارج ذاته؟ هل هو يتنقل؟ يعني هنا نجسمه الإله، يعني معنى الإله فهمت غير مفهوم في الدين الإسلامي، يعني شيء مجرد. يقول لك الله، شنو هو الله؟ ما نعرفه حتى شيء، فهمت؟ وحود يقول لك يترى، وحود يقول لك ما يتراش، وحود يقول لك جالس على العرش واستوى، واحنا ما نعرفوش. المهم احنا هذا مش موضوعنا الله، يعني هذا البحث نبحثوه عندما نتكلموا على الغنوصية. المهم اللي حبيت نوصله هوني، فما واحد معناتها كاتب وباحث معروف
اسمه كلود ليفي ستراوس، فهمت؟ هذا الباحث مش هو برك وما فما ياسر، ما هذا هو اللي تعمق في هذه الفكرة. هو قال إن كل ما هو أسطورة أو نقل عنده جانب من الحقيقة، وبدأ يبحث ما يسمى في الأساطير الموجودة، منها مثلا إن الإنسان الحالي، فهمت؟ الإنسان اللي موجود توا هو معناتها مش أول واحد عمر الأرض، وهذا ثابت علميا معناتها في الوقت الحاضر. هذه مسألة واضحة أن الإنسان الحالي يعني ماهوش كما نقولوا هبط من السماء، بل هناك أنواع أخرى موجودة قبله. وأقرب إنسان كان معمر الأرض قبل الإنسان العاقل اللي معروف هو الإنسان النيدرتال، فهمت؟ النيدرتال كان معمر الأرض وهو أشبه ما يكون للإنسان الحالي. حتى العلماء في الأول يسخيبوه اللي هو تطور معناتها ولا إنسان، بينما بحوثات أخرى أثبتت عكس ذلك، لأن ما يسمى بالخط في التطور ليس موجود. مع التطور مثلا نقول له احنا فقرون يولي يصيد، مش بالمفهوم هذاك، فما خطوط، فهمت؟ وكل نوع يتطور في المجال متاعه، فهمت؟ في المجال، في الخط متاعه. وهذه تنجموا يعني تبحثوها في الـ في الـ في الانترنت وتشوفوا تاخذوا معلومات ان الفكره نتاع اللي احنا اتطورنا على القرد هي فكره ما عندها حتى اساس من الصحه. اذا هوني اللي حبيت نقوله معناتها واللي هو معناتها الاهم في هذه الفيديو، ان هناك انواع كثيره بالعشرات يمكن بالمئات، فهمت؟ اللي هي اتطورت على خطوط طويله، بعضها فهمت كثير منها انقرض، وواحد برك هو اللي بقى اللي احنا. اذا معناتها عشرات ومئات من انواع ظهرت اللي هي تشبه البشر، وبعضها انقرضت وبعضها اندمجت، ومنها معناتها الخط اللي احنا جينا منه واللي هو اتطور زادة وسيطر او قضاء على بقية الموجودات الاخرى. كي احنا توا نشوفوا كان احنا موجودين، مش يعني احنا الاولانيين اللي توجدنا في هذه الارض، وهذه الحقيقة يعني ليس جديدة وانما مذكورة عند الحضارات القديمة، سواء السومرية او الفارسية او اليونانية وغيرها، واخذتها الاديان، فهمت؟ لان الاديان هي وليدة هذه المعتقدات القديمة. اذا نحاولوا توا باش نعرفوا شنية الوسائل اللي وصل لها العلم في الوقت الحاضر لفهم تطور الانسان والمراحل اللي مر بيهم عبر الزمان من جهة، وما يسمى المرحلة اللي قبل الإنسان العاقل اللي هي تعتبر معناتها جدا طويلة وغنية. العلم في الوقت الحاضر يستخدم ثلاثة وسائل علمية. المسألة الأولى هي ما يسمى الحفريات، أو البحث ما يسمى في الطبقات الجيولوجية، سواء ما يسمى العظام والهياكل اللي يلقاوهم، أو حتى ما يسمى العلامات اللي موجودة اللي تثبت اللي هناك أنواع كثيرة، فهمت؟ من البشر عاشت في مناطق مختلفة من العالم، وأكثر شيء انطلاقها من إفريقيا. يعني هذه هي يعني الأدوات الأولى، ولكن العلم لا يكتفي بهذه الأداة اللي بدأت عندها قداش واللي بدأ بها داروين وتبعوها أشخاص أخرين، لكن هناك أدوات أخرى ساعدت على تأكيد هذه الأداة للبحث في التاريخ الإنساني، وهي ما يسمى باللغة. عندما نجيو نبحثوا اللغات اللي موجودة نجمو نعرفوا اللي فما تقارب بين اللغات، ورغم اللي معناتها اللغة هي مسألة جدا حديثة، ولكن نحتاجوها وتنجيو نبحثوا الإنسان العاقل. أما الأداة الثالثة اللي مهمة واللي معناتها تنجم تكون موازية للبحوث يعني اللي تقام معناتها في الحفريات، على الحفريات اللي تم إلقاها، هي ما يسمى الأديان،
لدين هو أكبر اكتشاف وقع في آخر القرن العشرين. علاش هذا الأدهان اللي يطلق عليه بالعربية مع التسلسل الحامض النووي هو يبحث فهمت من أي شيء معناتها مركب الإنسان وشنية العلاقات اللي موجودة بين البشر في جميع الكرة الأرضية. الأدهان نجم يعرف التسلسل الإنسان كيفاش تنقل عبر الزمان ومن فين جاء، على خاطر فيه الشفرة اللي فيها المعلومات الكل. مثلا وقت يجيوا يشوفوا الشفرة معناتها متاع الأدهان متاع إنسان إفريقي وإنسان أوروبي، يلقاو في الشفرة متاع الإنسان الأوروبي إنه جاي من إفريقيا، وينجموا يعرفوا بالتفاصيل التواقيت وكيفاش تنقل وشنية المراحل اللي مر بها. إذن الأدهان أو ما يسمى الحامض النووي، يعني هذا هو اللي أكد نظرية التطور بالمفهوم يعني الحديث مش بالمفهوم القديم، فهمت؟ هذه معناتها مسألة مهمة، وهذا سوف معناتها باش نعرفوه احنا توا في هذه آخر هذه الفيديو، معناتها حول شنو التطورات الأخيرة والمعلومات الأخيرة اللي وصل لها الإنسان. على خاطر باستعمال هذوم الثلاثة أدوات وتكون فما توافق من بين الحفريات والأدهان واللغة، يعني اللغة حديثا كما قلت لكم، نجموا نتأكدوا أو على الأقل تكون عندنا نظرية متكاملة حول كيف ظهور الإنسان معناتها في الأرض. يعني هذه هي نقطة جدا مهمة. هذه الأدوات الثلاثة أكدت لنا، وهذا لا مجال للنقاش، إن الإنسان العاقل اللي موجود توا واللي عمر معناتها أوروبا وآسيا وأمريكا جاء من منطقة واحدة وهي إفريقيا، وخاصة من الجنوب الشرقي لإفريقيا. هذه أثبتوها الثلاثة دراسات هذه، يعني لا من ناحية اللغة، لا من ناحية الأدهان، لا من ناحية الحفريات. هذه حقيقة معناتها نجم نقوله لا نقاش فيها. أما النقطة الثانية، إن الإنسان العاقل اللي نعرفوه توا ليس هو الأول الذي هاجر من إفريقيا، بل هناك كثير فهمت من البشر أو أشباه البشر، البشر الغير عاقل والأقل معناتها أقل من هذا الإنسان، ظهر في إفريقيا وحتى هو هاجر وعمر فهمت ما يسمى الكرة الأرضية. ولكن الإنسان العاقل هو اللي عمر كل الكرة الأرضية، يعني الإنسان اللي قبله مثلا النيدرتال عمر مثلا أوروبا وآسيا، فهمت؟ شوف يعني وصل لأمريكا وأستراليا ولا لا، فهمت؟ يعني كانت عنده معناتها منطقة أضيق، بينما الإنسان العاقل وصل لأمريكا وصل لأستراليا وصل للمناطق الكل في الأرض، فهمت؟ يعني هذا هو الفرق. والإنسان اللي قبل النيدرتال نفس الشيء، حتى هو هاجر وخرج، فهمت؟ واللي قبله هاجر وخرج. صحيح فما إنسان أول بداية كانت الهجرة متاعه قريبة، يعني في إطار إفريقيا فقط، فهمت؟ لم يغادر إفريقيا. أما هناك كثير منهم خرجوا وعمروا آسيا وعمروا أوروبا، وكل مرة يجي واحد فهمت يقضي على الآخر، بين قوسين يقضي على الآخر فهمت، وياخذ هو المكان متاعه. هذه النقطة الثانية العلمية الثابتة. أما النقطة الثالثة اللي معناتها اكتشفها أخيرا خاصة باستعمال الأدهان، إن الإنسان الأول اللي تطور منه الإنسان الحاضر هذا يعني العاقل، هو إنسان كان صحيح يعيش في الأشجار، ولكن ليس يعني مقر الأشجار، كان يفضل السهول وكان يستعمل الأشجار كما يستعمل أنواع أخرى معناتها تشبه له الأشجار. وعند موقع الجفاف فهمت ما عادش ينجم يستعمل الأشجار وأصبح يستعمل الأرض، وبتلك الطريقة بدأ أكثر بشوية بشوية ينتصب، فهمت؟ يعني يولي معناتها واقف، فهمت؟ يعني هو في الأصل متاعه لم يكن قرد أصلا، فهمت؟ يعني عبارة على أنه كان معناتها معناتها متميز على القرود اللي هي معناتها الموطن متاعها هي الأشجار، بل هو كان يستعملها كوسيلة
للاختفاء او للعيش او الحاجه، اما هو يفضل كما نقولوا احنا السهول في العيش. وهكذا معناتها وقت معناتها هو اكثر شيء يعني يستعمل السهول، وبشويه بشويه التطور بتاعه كان طبيعي. هذه معناتها حقيقه اثبتها توا معناتها العلم، خاصه معناتها بالتطورات الحديثه. النقطه الرابعه انه قالوا معناتها في الاول ان الانسان الاول وقت اكتشفوا لوسي معناتها في السبعينات تقريبا، ان احنا ننزلوا من لوسي، فهمت؟ وقالوا ان تقريبا التاريخ نتاعها هو تقريبا فهمت من بين 3 ملايين و 4 ملايين سنه، ولكن اكتشافات اخرى تمت فهمت من ذلك الوقت خاصه في اخر القرن العشرين اكدت ان الانسان المنتصب ظهر معناتها اقدم من هذا التاريخ، بل ظهر قرابه من بين 7 ملايين و 10 ملايين سنه، ليس من بين 3 4 5 ملايين سنه. هذه زاد حقيقه جدا مهمه، معناتها هي النقطه الرابعه، هي جدا مهمه التي تؤكد ان الانسان المنتصب الاول جدا قديم في التاريخ، يعني هذه مساله. اما النقطه الخامسه، كانوا يعتقدوا ان مثلا النيدرتال هو يتطور ولا الانسان العاقل، وهذا خطا، فهمت؟ والا مثلا الانسان اللي قبله هو تطور ولا النيدرتال، لا، ما تتمش العمليه بتلك الطريقه، بل هناك ما يسمى معناتها على عبر الزمان تطور عن طريق الطفرات. يعني مثلا تلقى موجود نوع من الانسان، مثلا نقولوا احنا مثلا يكون نسميوه الانسان مثلا اللي يمشي على زوج ساقين، وتفرع الى عده فروع، فهمت؟ الفروع هذيك واحد واصل، وساعات يبداو يعيشوا بحظة بعضهم، فهمت؟ يعني نوع هكا ونوع هكا، هذا ينقرض وهذاك يواصل، من بعد يخرج منه فرع اخر، هذاك ينقرض والاخر يواصل، حتى وصلنا للانسان ما يسمى العاقل. اما النقطه السادسه والاخيره معناتها في اخر التطورات العلميه في هذا المجال، هي مساله جدا جدا مهمه، كان الانسان معناتها البحوثات تعتقد ان الانسان العاقل قضى على النيدرتال، فهمت؟ يعني قتله وخذا بلاصته، خاطر النيدرتال معناتها وصل لاوروبا واسيا وعمر ياسر مناطق، من بعد خرج الانسان العاقل من افريقيا، فهمت؟ وقضى عليه وقتله، وهذا غير صحيح، خاصة هنا بالبحوث بالادان الحامض النووي، جاوا يشوفوا في حفريات موجودة معناتها وحتى توا معناتها لقاو في الجينات نتاعنا فما النيدرتال وفما بل كل ما يسمى السلسلة نتاعنا الموجودة. يعني في الحقيقة الإنسان العاقل يعني يمكن أن معناتها يندمج مع النيدرتال. صحيح وقعت حروب وقتل واحد قتل الآخر، ولكن زاد فما تزاوج. هذاك علاش يعتبر ثورة كبيرة، على خاطر يجيو يبحثوا مثلا في الجينات نتاع الحفريات اللي لقاوها نتاع النيدرتال، وياخذوا الجينات هذيك جاو يشوفوا فيها يلقاوها في الانسان المعاصر، يعني فما هناك مزج وفما هناك تزاوج، وهذا ما يدل على ان انواع البشر اللي ظهرت قبل مش ديما تقضي على ارواحها معناتها بالقضاء الفعلي، على خاطر هي متقاربه، فهمت؟ يعني فما هناك اندماج جيني من بيناتهم، اي كل واحد يجي ويتطور ويندمج مع النوع الاخر اللي عايش بجنبه، والا يقضي عليه. المهم احنا نحمل في الجينات نتاعنا كل التاريخ نتاعنا، فهمت؟ يعني علم الجينات في الحقيقه حل ياسر مشاكل، اثبت كثير من الحقائق، منها المنطقه اللي انطلق منها الانسان، ومنها التطور الزمني للانسان. يعني هذايا جدا مهم، وهذه النقطة السادسة، يعني هذا اللي يعطيته لكم ملخص لما يسمى بالتطورات الأخيرة اللي ظهرت في العشرة أو العشرين سنة الفارطة حول البحث فيما يسمى حقيقة ظهور الإنسان والتطور بتاعه عبر الزمن. إذا اللي جاوا به الأديان بصفة عامة نجم نقولوها كما نحبوا احنا كنحبوا، فهمت؟ يعني المسألة بسيطة وسهلة ياسر، فهمت؟ مشكلة هو منع التأويل والعودة لما قد قيل منذ ألف سنة، هذيك المشكلة. كل الأديان فتتأول على حسب التطور نتاع الزمن، فهمت؟ وتعطي تفسيرات جديدة. احنا مثلا نجم نقولوا
الجنة كانت أفريقيا، فهمت؟ اللي كان معناتها مقصود بها، رغم اللي فما خلاف عند المسلمين هل الجنة كانت خارج الأرض أم في الأرض، فهمت؟ النجم أنا نعتمد على أشياء وقول راهي الجنة كانت في أفريقيا عندما الإنسان كان غير واعي، واللي هو مقصود به الإنسان اللي قبل العاقل، الإنسان العاقل، فهمت؟ مثلا نجم نقول وخلق الإنسان من طين، هو تطور لما يسمى وما يقوله العلم أن الأرض الطو معناتها فما تفاعلات، ظهرت النبات ومن النبات ظهر الحيوان ومن الحيوان ظهر آدم، ومعناتها من آدم هي ظهرت البشرية. نجم نقول أن كلمة آدم مفهوم بها هو النوع البشري، فهمت؟ بتاع الإنسان العاقل، فهمت؟ يعني الطرق بتاع التأويل، يعني أي إنسان يعرف أدوات التأويل والأدوات معناتها بتاع الدين اللي يتبعه سواء كان إسلام أو غيره ينجم يأول كما يحب هو، سهل، وهكذا تقدم دين عصري على الأقل ويكون معناتها مقبول عقليا. يعني مش معقول توا احنا معناتها في العصر هذا والمسلمين اغلب المسلمين يعني تقريبا نجم نقولوا 99% من المسلمين مازال يؤمني، فهمت؟ ان البشريه جايه من مراه وراجل، يعني هذا غير ممكن، لا من ناحيه الاداه الاولى اللي هي الحفريات، ولا من ناحيه الاداه، ولا من ناحيه اللغه، فهمت؟ مستحيل ان البشريه تكلمت لغه، فهمت؟ واحده من الاول، فهمت؟ هناك فما تطور دائم. يعني هذا هو معناتها اللي حبيت نقوله في الفيديو هذه، ان الدين نجمو نلعبو به كما نحبو، لكن المشكل اللي موجود في الاسلام هو ان خاصه السلفيين معناتها يرفضوا اي تجديد للدين، ورفضوه قبل 1000 سنه مش باش توا يوافقوا عليه، فهمت؟ ما فما حتى حل آخر إلا الناس تخرج من الدين الإسلامي لكي فهمت معنتها تاخذ الحرية متاحة وتكون مواكبة للعصر هذا. وهنا حبيت نذكر آخر حاجة معنتها قبل ما نختم هذا الفيديو، فما أحد الشيوخ كنت نحكي معاه معنتها وكنت نقرأ ونحكي له يعني على هذا كيفاش معنتها جينا من آدم وحواء ومش معقول شنية الحكاية هذية، وانا معناتها كنت معناتها نعرف طبعا النظريه بتاع التطور وما كنتش نؤمن بها، واما نشوفها منطقيه، فهمت؟ يعني شنو قال لي؟ قلت له يعني فما ياسر توا اغلاط، وكنت نلاحظ هذا معناتها الفرق من بين العلم والتطور والاثباتات العلميه ومن بين الروايه التقليديه الخرافيه بتاع الدين. يا اخي قال لي في بالي بهذاك الشيء، اما توا وقت يجي المهدي، فهمت؟ تو يقول الحقيقة، فهمت؟ قلت له علاش احنا ما نقولوش الحقيقة؟ قال لي لا ما نجموش احنا، قال لي علاش؟ على خاطر كان احنا نقولوا الحقيقة الناس تدخل بعضها، فهمت؟ وتخرج من الإسلام. هي قلت له شنو الحل؟ قال لي ساعة خلينا نخليو المسلمين هكاكا يعني بين قوسين يتبعوا الجهل والتخلف، حتى نقضيو على أوروبا، فهمت؟ ونقضيو على إسرائيل، من بعد وقت نوليو قوة ونوليو احنا نحكموا في الأرض ويظهر المهدي ويولي هو معناتها اللي يحكم في الارض، تو يقول لهم الحقيقه ويبين لهم الحقيقه. وقال لي احنا في المصادر بتاعنا تقول ان المهدي باش يجيب قران غير القران ودين غير الدين، يعني معناتها هما علماء خاصه علماء الشيعه يعرفوا الكلام هذا الكل خرافات، ولكن شادين به الناس باش يستعملوهم في الحروبات وباش ينجموا يلعبوا لهم بعقولهم، فهمت؟ باش يحاربوا اللي هما يسميوه العدو نتاعهم اللدود اللي هو الغرب واللي هو عالم الكفر، رغم اني هما كان من المفروض ومن المنطق، فهمت؟ انهم يعلموا الشعوب نتاعهم الحضاره والعلم، فهمت؟ باش يوليو متساوين وباش يتعاونوا الكل مع بعضهم وما يوليوش اعداء. هذه هي المشكله الكبيره نتاع كل علماء الدين اللي هما كلهم يعرفوا اللي الدين الاسلامي كذب في كذب، معناتها عندما نقول الدين الاسلامي اللي وصل لنا من الدين الاسلامي واللي موجود في الكتب هذه والتاويلات وتفاسير القران والتاريخ ان هذاك الكل مزور، فهمت؟ وانما مخلين هذاك الشيء هكاك حتى لي يخدموا بهم خدمتهم. يعني هذه هي معناتها المساله. المهم
الفكرة واضحة معناتها في الفيديو هذه، ما يسمى الإنسان المعاصر هو ليس أول إنسان علميا وعلى حسب النصوص متاع الأساطير والخرافات والأديان قبل، فهمت، الإنسان العاقل. هناك أنواع أخرى كثيرة من البشر وتشبه البشر وتطورت، وهذا هو المنطق العلمي اللي أثبته العلم في الوقت الحاضر. إذن احنا في الفيديو القادم باش نتكلموا كان على الإنسان العاقل، كيفاش خرج من إفريقيا وكيفاش عمر ما يسمى الكرة الأرضية بطريقة زي كيف هكا معناتها مبسطة وسهلة، وخاصة نركزوا على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الحجاز. ومع فيديو قادم وبسلامة، وشكرا لكل من يوزع الفيديو وكل من يعمل لايك وكل من يكتب تعليق، وفي الحقيقة معناتها أشكركم كثير على التشجيعات اللي تصل لي. وبسلامة ومع فيديو قادم.